شو؟ وين عم هون؟ الساعة رايحة على 9. ايه وانا رايحة لعند رين، ليش ما خبرتك؟ لا ايه هلا عم خبرك. ومن امتى صاحب انت ورين؟ من اليوم. ريم عاملة عندها جمعة وعزمتني فرح روح. بس انا اللي بعرفه يعني انه انت ما كثير بتحبي هي العادات. هلا صرت حبها لانه ما عندي شيء حبه، بالتالي مضطرة اني حبها. بعدين ما بصير لك شيء اذا بتقعد اليوم معتين. ايش هي القصة ستين؟ انا مشانك، يعني اذا كنتي نازلة ونازلة فعلى الاقل تروحي على شيء محل تكوني بتحبيه. ما عندي، لانه من يوم ما تجوزتك انا تركت كل العالم اللي بعرفها، فبالتالي ما عندي محل حبه وروح عليه. ريم اسر سارة هي مخلوقة كثير. بس هذا ما منعك انك تتركني وتروح تحضر عرس بنتها. ايه ما تنسي بهداك اليوم شو كان صاير. طبعا، انا اللي بعرف شو كان صاير. بدي مفتاح السيارة. شو؟ هلا بطلب لك تاكسي. عم قلك بدي مفتاح السيارة. طولي بالك، أنت ما بتعرفي تسوقي مثل العالم والناس. وإذا ما سقت بحياتي ما رح أعرف سوق، فأعطيني مفتاح السيارة. طيب. رح أعطيك النسخة الثانية. تفضلي. شكرا. بسمة. شو بكي؟ ولا شيء. ليك حازم مشان ما نعمل كثير حزازير، انت من يوم ما تجوزتني وعندك حياة تانية برات هذا البيت، عندك رفقاتك وعندك روحاتك وجياتك وعندك ألف شغلة تشتغلها، اللي اكتشفته انه انا ما عندي شيء. هلا طلع الحق علي يعني؟ انا عن جد كثير تأخرت، نحكي بعدين. ايه ايه نحكي بعدين. هي الجملة دايما انت تعودت تقولها، بس هلا صار دوري انا اقولها. انصدم فيه، وشو؟ ما بحس حالي انه انا متروكه وهو عايش حياته. لك لا ما هيك قصدت، هي علينا. انتي انو ارحم لك بسمة؟ هيك ها؟ وبتجرد انه يكون زوجك عايش وعم ينط من وحده للثانيه ولا على فكره، كل شيء ارحم من انه تكون الوحده عايشه لحالها وبيقمع راسها. هو يجي ويجيب الولد، بعدين اللي بده اياه يعمله، بيخون، بيموت، بينفلق، بيتشرط، يعمل اللي بده اياه، بس المهم يجي بهالولد. ايه لانه الاولاد بيرموا بالساحل. حلوة كانت القعدة معي، يا ريت هيك دائما نجتمع. ايه بتعرفي شو بركي المرة الجاية بقول لها هي فورت. صحيح كيف فورت؟ منيحة، يعني من بعد ما طلقت بظن انه صارت منيحة. طلقت؟